مختلف مؤسسات الدولة، الترهل في الهيكل العام للجهاز الإداري بالدولة، وتضخم تضخم سلبي أفقد الجهاز فعاليته. معالجة الاختلالات والأزمات تتم دائما من خلال خلق أزمات أخرى. الفساد الإداري الذي أثر، والفساد المالي الذي شوه وأثر بشكل كبير جدا على القرار الاقتصادي. هناك أيضا المواطن بدأ يشعر في حياته ومعيشته أنه مستهدف، فولد احتقان وشعور بالغبن، وهذا اللي جعل الناس يخرجوا إلى الشارع للمطالبة بالعدالة والمساواة وسيادة القانون. أنا أعتقد وهذا ما يمكن أن يعيد الناس مرة أخرى لبيوتهم بالمناسبة. أبدا أبدا، أنا أحذر أن الذين خرجوا في المراحل الأولى من الثورة مطالبين بالعدالة والمساواة والشراكة والمشاركة في الحكم، ستتحول الثورة في مرحلة معينة إلى ثورة للجياع، ستأكل الأخضر واليابس، لن يكون بمقدور أحد السيطرة عليها. يجب أن يكون معلوم لدى الكل أن المواطنين أو بالذات الموظفين الطبقة الوسطى أو الشريحة الوسطى سحقت، انتهت. اليوم نحن نتكلم او يعني نبحث عن مخرج. طيب دعنا على الاقل في هذه المرحله، لان هذا الحديث يمكن الا يعبأ به كثيرا المواطن المسحوق الذي يعاني في معيشته اليوميه، دعنا نستطلع الحل على المدى القصير والمدى البعيد من السيد مصطفى نصر رئيس مركز الاعلام الاقتصادي، ضيفنا من صنعاء. أعتقد أن الأوضاع الحالية فعلا تضع تحديات صعبة أمام الحكومة، أي حكومة قادمة، سواء كانت كخطوة أو كخطة انتقالية أو خطة استراتيجية مستقبلية. كان كثير من الخبراء يقول أن حوالي لتجاوز الأزمة التي مرت بها اليمن قبل شهر من الآن هي ربما سنة إلى سنتين، هي فترة انتقالية، بعدها تبدأ فترة النمو في حال فعلا مرت الثورة بما كان يتوقعه الشباب وبطريقة سلمية كان يتوقعه الشعب جميعا الذي خرج إلى الساحات. لكن للأسف الشديد أيضا عندما عجز النظام الحالي أن النظام الرئيس صالح أن عجز عن طريق القمع عبر الأدوات القمعية الأمنية، لجأ إلى العقاب الجماعي عبر الأداة الاقتصادية، تفتقت ذهنيته إلى هذه الأداة، وأنا أعتقد أنها سلبية عليه في كل الأحوال. طيب يعني هل من الحكمة في هذه المرحلة أن نلحي باللائمة على نظام الرئيس علي عبد الله صالح في كل المشكلات التي تواجه اليمن اقتصاديا وأمنيا وغيره؟ هذا النظام بالفعل دعا الثوار الناس للخروج ضد هذا النظام وخرجوا، ماذا ينتظر من هؤلاء الناس حتى يستطيعوا الحصول على لقمة عيشهم في هذه المرحلة؟ ربما في مصر، ربما في تونس كان هناك تمويل، وحتى في سوريا ربما هناك تمويل من بعض رجال الأعمال المؤمنين بأهداف الثورة. هل هناك في اليمن مثل هذا الوضع؟ في اليمن توحدت كل الفئات، الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وهو يضم كل الغرف التجارية أبرز مكون من مكونات رجال الأعمال في اليمن، أعلن صراحة ضرورة سرعة نقل السلطة بصورة فورية لتجاوز هذا الانهيار الاقتصادي الحاصل. كثير من المكونات الاقتصادية في اليمن ناشدت ودعت إلى نقل السلطة فوريا لتجنب هذه المشكلة الاقتصادية التي لن نتعافى منها بصورة. طيب دعنا نستطلع رأي دكتور سمير محسن الشيباني. دكتور سمير، يعني هل ينتظر من اتحاد الغرف التجارية أو من رجال الأعمال أو من الأثرياء مجرد الدعوة إلى نقل السلطة بصورة سريعة والانضمام إلى الثوار بالكلام أم بالفعل، بالمال أم بقوة الحناجر؟ لا، في الحقيقة الكلام لم يعد يجدي. المطلوب هو ليس فقط من اتحاد الغرف التجارية، المطلوب من جميع أبناء الوطن اليمني، من كل الوطنيين، ممن تبقوا من شرفاء في متن جهاز الدولة أو في الحزب الحاكم، أن ينتقلوا إلى موقع الثورة فورا، لأن اللحظة في الحقيقة لا تسمح لمزيد من المماطلة. كما قلنا الأسرة الحاكمة في اليمن بدأت بالفعل بإجراءات عقابية مشددة لا تأبه معها حتى وإن تقتل الأبرياء من أبناء هذا الشعب. لهذا لابد من تحسيس هذه الثلة من الشباب الطائش المتمسكين بزمام السلطة حاليا، لابد من التنبؤ إلى أن أحدا لن يدعمهم، أن يبقى معهم أو أن تبقى معهم بعض الأصوات التي تجمل لهم هذا الموقف الإجرامي هو بحد ذاته فعلا إجراميا. التجار أيضا
الوقوف الخائف كعادة صاحب رأس المال، الوقوف الجبان كعادة صاحب رأس المال ليس محلها الآن، لأن الذي يحدث أن هذه السلطة الحاكمة تدمر قدرة الشرائية التي يمكن أن تعيد ثروة هؤلاء الناس، فعليهم أن ينتقلوا إلى صف الثورة الآن. البقاء متفرقين أمر في الحقيقة لن يغفره التاريخ ولن يغفره الشعب، لأن أولا كما قلت لك منذ البداية الجوع والفقر وتردي الأوضاع المعيشية هو ليس وضعا خلقته الثورة، بالعكس الثورة كشفت الغطاء عن هذا الواقع، الثورة جعلت هؤلاء الجياع يعبروا عن جوعهم بشكل حقيقي، مع أنهم في ظل الضغط والعسف الذي كان قام سار كانوا أقل. أعتذر منك على المقاطعة، لكن أنا مضطر إلى إنهاء هذه الحلقة. في نهاية هذه الحلقة